مهدي محمد أحمد حمد 50 عاما، محمد مصطفى درويش صالحية 56 عاما، يوسف أحمد يونس مصطفى 62 عاما، توفيق براوي سالم مرشود 52 عاما، حسني محمود يوسف العبسي 55 عاما، خديجة علي موسى شحادة 62 عاما، صلاح صالح محمد الشاعر 57 عاما، نجاح سعد الدين محمود دراجي 49 عاما، أكرم محمد علي الإسكافي 63 عاما، خليل سالم إبراهيم مصبح 53 عاما، سعاد محمد عبد الرازق الحلاق 62 عاما، عبد ربه أحمد محمد زايد 58 عاما، فاطمة عبد الرحمن عبد القادر أبو أمونة 55 عاما، محمد حسن محمد الإسكافي 53 عاما، سائدة ثابت سعيد النخالة 54 عاما، وجدي محمود علي اليازجي 54 عاما، صفيناز نبيه عيسى اليازجي 51 عاما، إبراهيم ديب أحمد الكيلاني 53 عاما، تغريد شعبان محمد الكيلاني 54 عاما، وعايدي شعبان محمد درباس 47 عاما. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.